لا تنتهي زيارة حتى تبدأ أخرى، والواجهة تعز التي وصل إليها المستشار العسكري للمبعوث الأممي. التحديات العسكرية والأمنية وملف حصار المدينة كان على رأس أولويات المستشار الأممي والوفد المرافق له إلى تعز. هذه الزيارة تزامنت مع حالة من الغليان الشعبي في أوساط المواطنين جراء تعنت الحوثيين ورفضهم تنفيذ بند الهدنة المتمثل برفع الحصار المفروض على المدينة منذ 7 سنوات. حالة القليان وإصرار جماعة الحوثي على بقاء تعز محاصرة تزامنت أيضا مع زيارة لوزير الدفاع لواء الركن محمد المقدشي الذي زار الوحدات العسكرية والمقاتلين في زيارة هي الأولى إلى المحافظة في سياق الترتيب لدمج التشكيلات العسكرية والأمنية. في الشق الجنوبي من المدينة المحاصرة يمضي طارق صالح في وضع خطواته الأولى، إذ أعلن مؤخراً عن افتتاح المكتب السياسي لما يسمى بالمقاومة الوطنية في مديرية الشمايتين، وهو تحرك يثير المخاوف من مخطط عودة طارق لتنفيذ أجندته الخاصة، مستغلاً صفته كعضو في مجلس القيادة الرئاسي. ما أنا للمقاومة ولا الحرة، أنا عن نجاح. زيارات أممية وصرخات غضب مستمرة ودعوات لرفض تمديد الهدنة والذهاب نحو الخيار العسكري كمخرج لتحرير المدينة ورفع الحصار.